وللمزيد حول تظاهرات الأحواز ضد سياسة التمييز التي يتبعها النظام الإيراني، ينضم إلينا عبر الهاتف من كانبيرا رئيس حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز. أهلا ومرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي المشاهدين الكرام، حياك الله أخي الكريم. وعليكم السلام. بداية، شهدت منطقة الأحواز غربي إيران احتجاجات في عدد من مدنها، لو تطلعنا على آخر التطورات في الانتفاضة التي تعم العديد من المدن الأحوازية. طبعا الأحواز العربية محتلة من قبل إيران منذ عام 1925. طبعا هذه الانتفاضة كانت بدايتها تجفيف الأنهر وايضا نقل المياه الاحوازيه الى المناطق، الى عمق المناطق الفارسيه، ومنع المزارعين الاحوازيين من الزراعه وقطع المياه عنهم، والذي الزراعه هي تعتبر اخر مصدر رزق للشعب الاحوازي وهي اخر البنيه التحتيه للشعب الاحوازي. وللاسف الشديد يعني هناك يمارس الاحتلال الفارسي الان يعني ابشع سياسات ضد ابشع السياسات الاجراميه ضد الشعب العربي الاحوازي، لكي ان يجبره على الهجره الى المناطق الفارسيه او خارج الاحواز والهجره الى الدول الغربيه. وايضا هذه هي السياسه من سياسات التغيير الديموغرافيه السكانيه والذي هو ينتهجها، ولم يوظف الاحوازيين ايضا في الوظائف المتواجده ويسرق الخيرات والنفط وغيرها من الاحواز. ونحن أيضا حذرنا العدو الفارسي من هذه الممارسات، ولكن للأسف هناك الاحتلال يمارس العنصرية والتمييز العنصري إزاء الشعب العربي الأحوازي. طيب، على المستوى الشعبي في الأحواز، الاحتجاجات عمت مدن الخفاجية والحميدية والمحمرة والفلاحية وكذلك الأحواز العاصمة. ما هي أشكال الاحتجاجات وإلى أي مدى تجدون قبولا من الشارع الأحوازي؟ طبعا الشارع الاحوازي هو اليوم يطالب بدحر الاحتلال الفارسي خارج الاحواز. هنالك فيديوهات ايضا توثق ومقاطع توثق خروج مشايخ الاحواز في مظاهرات احتجاجيه ضد العدو الفارسي، وطالبوا العدو الفارسي بالخروج من الاحواز، وايضا وضحوا لهم بان الاحواز دوله عربيه محتله من قبلكم، ولكن العدو الفارسي لم يكترث لمطالبهم. وانا ايضا حضرتهم في حال بان الدوله الفارسيه حضرت الدوله الفارسيه في حال بان لم تكترث لمطالب الشعب العربي الأحوازي سيرون ما لا يحمد عقباه، وهم رأوه خلال يومين. وأنا أيضا كنت اليوم على تواصل مع الشعب الأحوازي في الداخل وأيضا من أبناء الحميدية. هناك الاستخبارات الإيرانية الآن ترسل إلى وتعتقل كل من المتظاهرين وتحقق معهم ويصفونهم بأنهم مدعومين من الخارج وغيرها. طيب، نعم، الاحتجاجات جاءت على خلفية محاولات النظام الإيراني نقل ماء الأحواز. ما أثر ذلك على قطاعي الزراعة والشرب في وقت تنفي فيه طهران حدوث أي ضرر؟ الاحتلال الفارسي أساسا نقل مياه الأحواز منذ عام 2016، ولكن الآن يسكر السدود المياه لكي لا تصل المياه إلى الأحواز، وبنفس الوقت هو يمنع الزراعة في الأحواز لكي أن يرسل المياه إلى مدينة كأصفهان وغيرها. والآن الشعب الأحوازي لم يصل فقط إلى مسألة، المشكلة هي الأساسية ليس فقط مشكلة الزراعة، بل هناك الشعب الأحوازي لا يجد مياه للشرب. هناك يعني الماشية الذي يعني الماشية وغيرها الذي تتواجد بالأحواز ماتت الكثير منها بسبب سياسات الدولة الفارسية. لم يتأذى فقط الإنسان الأحوازي من الدولة الفارسية، بل حتى أجلكم الله حتى الحيوان لم يسلم من سياسات هذه الدولة المارقة الذي أذلت العباد ودمرت البلاد. هل الهدف كما يقول ناشطون هو تهجير أهالي الأحواز العربية؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما أثر ذلك على البنية السكانية للمنطقة؟ طبعا الدولة الفارسية مارست سياسة التهجير القسري ضد الشعب الأحوازي بشتى طرق منذ بداية الاحتلال في عام 1925، ولكن في السنوات الأخيرة مارست السياسة الناعمة تجاه الشعب العربي الأحوازي، ولم تستخدم القوة المباشرة، بل تستخدم هي التضييق على الشعب الأحوازي ومحاربتهم في رزقهم من أجل الهجرة من الأحواز، وهذا ما تريد الدولة الفارسية. طبعا نهر كارون على مدى التاريخ لم يجف إلا بعد نقل المياه من خلال الأنفاق والسدود إلى المدن الفارسية، وأيضا تلاحقوا في نهر الكرخة وغيرهم. طبعا الأحواز تمتلك خمسة أنهار أساسية وكبيرة،
وتكتفي لمياه الإقليم برمتها المحتل من قبل إيران، ولكن هي الدولة الفارسية نقلت كل المياه إلى الداخل الإيراني. طبعا بكل تأكيد الشعب الأحوازي لديه الحق في الاحتجاج إذا المحاولات الإيرانية لتهجيره، وأيضا أن لم تكترف الدولة الفارسية لمطالب الشعب رئيس الأحوازي. رئيس حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز سيد ميثاق عبد الله كنت معنا عبر الهاتف من كامبيرا، شكرا جزيلا لك.